بسم الله الرحمن الرحيم. نراجع في المحاضرة هذه ما ذكرناه في الدرس السابق، لكن بشكل أكثر تفصيل. ذكرنا في الدرس السابق أنه أننا نستطيع أننا نعرف array، أو أنه لما نجي نستخدم الأري أول شيء نسوي عملية declaration للأري أو تعريف للأري كما هو موجود في السطر هذا. زين، بعد كذا نسوي الكرييشن للأري. السطر هذا، الجزء هذا، راح يعطينا الريفرنس حق الأري هذا اللي هو اسمه numbers، بدون ما يعطينا الجزء هذا. طبعا ما راح يحجز المكان في الأري، فقط يعطينا الريفرنس للأري. بعد كذا السطر الثاني هذا راح يعطينا راح يحجز لنا المكان للأري مكونة من أربع عناصر، كل عنصر فيها دبل. إذن مرة ثانية، هنا هو الجزء هذا هو الداتا تايب، الجزء هذا هو الداتا تايب، والجزء والجزء هذا هو ال variable، اسم، أو عفوا اسم ال array، الجزء هذا اللي هو numbers هنا عندنا، والجزء وهنا نضع قوسين فارقات. بينما إذا جينا في عملية declaration، بينما إذا جينا في عملية الحجز، فإننا نضع عدد عناصر ال array في هذا الجزء، ونستخدم طبعا كلمة new لأن الري هي عبارة عن object في الجافا. بإمكاننا نستخدم الطريقة هذه، زي ما انت شايف هنا، ممكن نستخدم الطريقة هذه بدلا عن الطريقة اللي فوق. زي ما كنا في ال variables، كنا نسوي عملية declaration لل variable، نقول int x، ثم بعد كذا definition نعطي ال x قيمة، أو أن نسويه كل ثنتين في نفس المكان. فنفس الشيء هنا عندنا في الأريز، ممكن أن نسوي عملية الديكلاريشن والحجز للأري بنفس الوقت. مرة ثانية، هنا نوع البيانات حق الأري عندنا، هنا هنا اسم الأري نفسها، وهنا مرة ثانية نوع البيانات، ولازم يكون متطابق مع النوع اللي كتبناه هنا. طبعا بإمكانك أنك نوع البيانات اللي هنا عندنا، ممكن عندك خيارات كثيرة، ممكن يكون int، ممكن يكون مثلا char، ممكن يكون student لو كان عندك object من نوع student. في حالة student مثلا، خلينا نكتبها هنا على جنب عشان نشوف، راح تكتب حاجة زي كذا مثلا، راح تقول student، ثم بعد كذا مثلا اسم الاري مثلا students، زين اسم الاري students، وهنا student تضع هنا قوس حق الاري، ثم بعد كذا get new، ثم s student، ثم هنا مثلا 100 مثلا. زين، فهنا هذا هنا كابيتال نفس اسم الكلاس، هنا كابيتال نفس اسم الكلاس، نفس اسم الكلاس. وراح ان شاء الله نشوف الموضوع هذا بمزيد من تفصيل في الاوبجكتس، لكن حبيت فقط اني اوضحه هنا بشكل سريع حتى انك يعني تنتبه له. اذا نوع هنا نوع البيانات اللي راح نخزنه في الاري، سواء كان انت او char او اسم كلاس معينه او اي نوع. هنا الاسم تختار انت اي اسم ينطبق عليه تسميه الفاريبلز. طبعا الاري، لما قلنا ان الاري اربعة عناصر، تكون الاري عبارة عن اربعة عناصر او four elements. نسمي كل واحد من العناصر هذه element، زين كل واحد من العناصر هذه نسميه element، زين او عنصر في الاري. طبعا هنا خلونا نشوف الان كيف طريقة اللي من خلالها نستطيع أننا ندخل على عناصر الأري. هنا طبعا نفس الفكرة
نفس التعريف السابق موجود عندنا، لكن هنا نقوم بعملية الدخول على عناصر الأري. طبعا لما نجي ندخل على عنصر من عناصر الأري، فإننا نقوم أول شيء بكتابة اسم الأري زي ما واضح هنا، اسم الأري هذا الجزء الأول لما نجي نكتب، ثم بعد ذلك نضع القوسين هنا زين، ثم هنا في الوسط نضع ما يسمى بالإندكس. إذن هذا خلونا نسميه هنا عندنا إندكس زين INDEX زين إندكس، وهو اللي يخبرنا أي عنصر من عناصر الأري. طبعا عناصر الأري دائما مرتبة، العنصر الأول في الأري الإندكس حقه 0، العنصر الثاني في الأري الإندكس حقه 1، العنصر الثالث في الأري الإندكس حقه 2، وهكذا نبدأ من الزيرو ونستمر بشكل تصاعدي. هذا الجزء نسميه الإندكس، هذا الجزء هو الريفرنس حق الأري، والعملية هذه هي عملية accessing array element. هنا نقول عملية الوصول إلى array element. طبعا الوصول للأري element إما أن نضع فيه قيمة نكتب فيه يعني أو نقرأ منه. إذا في السطر هذا نسوي access للأري element الأول هنا اللي هو الإندكس حقه 0، في السطر هذا نسوي access للأري element الثاني اللي هو الإندكس حقه 1 و2 وهكذا. إذا يبقى اسم الأري ثابت، تبقى الأقواس ثابتة، ولكن يتغير الإندكس فيما بين الأقواس. في الحقيقة فإنه العملية أعقد أو أكثر مرونة، خلو أقول كلمة أفضل، عملية الوصول لعناصر الأري أكثر مرونة بكثير يمكن من اللي انت شفت. خلينا نشوف الان مثال على كيف كم يعني درجه مرونه العمليه هذه.